عباد الأوثان ولك فلنطين عيد الحب، ما هذا الباطل؟ ما هذه الأعياد البدعية التي ما أنزل ربنا بها من سلطان؟ وكم يحدث عيد الأم المزعوم من مشكلات ومشكلات. إذا دخل علينا شهر مارس فكل أم تنتظر الهدية، وكل حماة تنتظر الهدية، والأخت الكبرى تنتظر الهدية، ومدرسة الأولاد في المدرسة تنتظر الهدية. من الذي يدفع؟ الأب المسكين، وقد يستدين حتى يرضي الأم ويرضي الحماة ويرضي الأخت الكبرى، ويدفع لولده ليرضي المدرسة. سبحان الله. ثم هذا العيد المزعوم الباطل يثير شجون عند بعض النساء، تدخل على بيتك وعلى زوجك في 21 مارس قد تجد الزوجة تبكي وتذرف الدمع، ماذا دهاك يا امرأة؟ الله، انت مش واخد بالك؟ احنا في عيد الأم يا أستاذ، النهاردة ست الحبايب يا حبيبة، فتحول البيت إلى نكد وإلى غم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا هراء هراء. الإسلام أكرم الأم إكراما عظيما في حياتها ومن بعد موتها. أمك حقها فيك وعليك نافذ في حياتها ومن بعد موتها كذلك. لا نريد أن نحتفل بالأم في يوم واحد، بل نحتفل ونحتفي ونكرم ونقدر ونوقر ونحترم الأم في حياتها ومن بعد مماتها. أما عريض في طول سارية المسجد بزجاجة طيب أو بمنديل من حرير فيما يسمى بعيد الأم ويعطيه لأمه، ومن قبله عقوق ومن بعده عقوق، فهذا هراء ما أنزل الله به من سلطان. واسمعوا في سرعة البرق إلى نماذج مشرقة من البررة بأمهاتهم. هل سمعتم عن زين العابدين بن الحسين؟ زين العابدين رضي الله عن أبيه وعن جده ورحمه، زين العابدين كان إذا أراد أن يأكل من طعام واحد يجعله مناصفة في طبقين بينه وبين أمه، يأكل لحم يقسمه في طبقين، يأكل كذا يقسمه في طبقين. فقيل له في ذلك، قال: اسمع، أخاف أن أمد يدي على قطعة لحم فآكلها وتكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فأصبح من العاقين لأمهاتهم. الله أكبر، هذا هو البر. هل سمعتم عن محمد بن المنكدر؟ والكلام ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة، كان ابن المنكدر يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: تعالي وضعي قدمك على خدي. قال سعيد بن عامر: قال ابن المنكدر: بات أخي عمر يصلي قيام ليل، وبت أغمز قدم أمي أدلكه لوجع وقع به، وما أحب أن ليلتي بليلته. هذا ذكره الذهبي في السير. فعلا بره بأمه أعظم من قيام الليل. طلق بن حبيب كان لا يمشي فوق ظهر بيت أمه من تحته إجلالا وتوقيرا لها. كهمس الدعاء والكلام في حلية الأولياء وجد عقربا في البيت، في بيت أمه، انطلق ليقضي عليه، دخل العقرب في الجحر فوضع يده في الجحر ليخرجه، وأخذ كهمس يتلون ويصفر ويتصبب منه العرق حتى قضى على العقرب. فقيل له في ذلك، قال: خفت أن يخرج ويقتل أمي، ولو مات صيانة لأمه لحسبته أنه من الشهداء. ابن سيرين كان يتكلم مع أمه كما يتكلم مع الأمير، يكلمها وهو يتضرع: حضرتك من فضلك لو سمحت، يكلمها وهو يتضرع. ابن عون نادت عليه أمه في مرة فرد عليها فوجد أن صوته ارتفع على صوتها، فأعتق رقبتين كفارة لهذا الذنب. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى مع أمه، كانت أمه تحب أن تشهد مجلس عمر بن ضر، فكان يحملها على حمار
وينطلق إلى عمر بن ضر، تقول عندي سؤال، يقول أفتيك يا أم، تقول لا فليفتني ابن ضر، فيحملها وينطلق إلى عمر بن ضر، أمي عندها سؤال تستفتيك فيه، يقول وأنت تسأل، يقول هي أمرتني بذلك، يقول فما السؤال، يقول كذا وكذا، يقول فما الجواب، يقول كذا وكذا، فيكتب الجواب لأبي حنيفة فينطلق بالرقعة وفيها الفتوى لأمه، فتمسك أمه بفتوى عمر وتقول هذا هو العلم وهذه هي الفتوى لا فتوى أبو حنيفة، اللهم ارضى عن أبي حنيفة. دخل السجن وكان يجلد ليلي القضاء ويأبى، أخرجوه مرة فضربوه على رأسه فأثرت السياط في وجهه فبكى واغتم غما شديدا، قالوا نجلدك في كل يوم ولا تبكي، ما الذي أبكاك؟ قال ستأتي أمي وترى أثر الضرب في وجهي فتغتم، وما شيء أشد على نفسي من غم يقع في قلب أمي. اللهم ارحم أبا حنيفة. وهذا أبو هريرة أصبح أمير المدينة، كان إذا أراد أن يخرج وقف على باب أمه وقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، تقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول ورحمك الله كما بررتني كبيرا، ولازم أمه ولم يحج حتى ماتت حتى لا يترك صحبتها. وهذا خير التابعين أويس القرني، روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير التابعين رجل يقال له أويس، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. كان عمر في كل عام في الموسم يقف عند أهل اليمن، أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ حتى وقع عليه، قال أنت أويس؟ قال أنا. من اليمن؟ من اليمن. من مراد ثم من قرن؟ نعم من مراد ثم من قرن. كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال أي نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن، كان به أثر برص فبرئ منه إلا موضع الدرهم، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل، فاستغفر لي يا أويس. ترى ما الذي رفعه إلى هذه المكانة؟ البر بالأم. فاللهم اجعلنا جميعا من البررة بأمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم ارحم أمهاتنا وارحم آباءنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احشرنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا خلف حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم